اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر بالضبط في مدينه الرشيديه. كيفما كتشوفوا معنا متابعي قناه شوف تي في، يعني شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي تقريبا 8 سنوات وهو في هذا المكان كيبيع الكارو كلينيكس يعني والمسكا، جميع تقريبا جميع شباب مدينه الرشيديه وجميع الناس اللي كاينين في ساكنه الرشيديه يعني كيعرفوه. نتمنى له التوفيق ونخليكم مع الصرخه نتاعو والرساله نتاعو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل شيء كيف انا ايوب البلاح، 8 سنين وانا في هذه البلاصه. كانت طالبين بواحد الكيوس بحالي بحال الناس، راه كتلنا الشمس وقتلتنا الغبره وقتلنا حتى الزمان كلشي قتلنا. يعني الحمد لله كنشوفك يعني 8 سنوات وانت في هذا المكان كلشي كيعرفك. 8 سنوات وانا هنا، الرشيديه كلها كتعرفني، كاع هاد النواحي ديال الرشيديه كلهم كيعرفوني الحمد لله. كان اقول طرف خبز وكنتمنى من المسؤولين يديروا لي شي حل، شي كيوسك بحالي بحال الناس. راني مقهور ونسوا لا اله الا الله، راه ما كرهناش ما كرهنا حتى انا شي مسؤول يجي ويقضي معنا الغلط. الله يجازيكم بخير، حتى انا راه كضربنا هذا الشمس وهذا الشيء، والله يسهل على هذا ياسين هو اللي دار المجهود. نتمناو الخير للجميع كامل. يعني تبارك الله عليك، كيفما كنشوفوا كاع الناس يعني الحمد لله كيهضروا معاك كيضحكوا معاك كيبسطوا معاك، كلشي معروف عند الناس الحمد لله. ايوا الحمد لله، راك عارف واخا نديرو راه الناس عند الناس نظامي كلشي كيعرفني وكيضحكوا معنا وكيشطوا معنا وكيحيدوا علينا داك القنط ويحيدوا علينا كاع داك المشاكل اللي كيكون عندنا. والحمد لله والله ينصر سيدنا ويطولنا في عمره. وكنتمناو من هاد المسؤولين غير يديروا لنا شي حاجه باش نزيدو نطوروا راسنا وصافي. يعني ما طالبتي الحمد لله والو، طالبتي غير بواحد الفيوس انه يتوفر لك تخرج من هاد الحراره ديال الشمس اللي كتشهدها يعني مدينه الرشيديه وكاع تقريبا مدن ديال الجنوب الشرقي. هي كنتمناو نخرجوا من الشمس، راه قتلتنا الشمس وكنتمناو شي كيوسك يكون صغير ونعيش وليداتي ونعيش الاسره ديالي وكلشي ديال الله. راك مزوج؟ مزوج، عندي وليد الله يخليه لي رياض. تبارك الله. وكنتمناو من الله نطوروا المشروع ونديروا شي كيوسك هنا بحالنا بحال الناس، والله ينصر سيدنا ونصر المسلمين جميعا. تبارك الله عليك، يعني شاب الحمد لله اللي كنشوفوا الابتسامه تاعك. أكيد الحمد لله. انه قالوا لنا عندك واحد الضحكه عجيبه تبارك الله عليك. يعني ضروري ابتسامه. الابتسامه ضروري، علاش؟ هي اللي كتخلق لنا السعاده وكتخلق لنا كل شيء اللي عندنا، كتخلق لنا النفسيه ديالنا نكونوا بخير على كل شيء ديال الله. كيف ما كنتم متابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه، يعني صرخه هذا الشاب اللي كيطلب فقط غير بكيوسك باش يخرج من هذه درجات الحراره اللي كاينه في منطقه او مدينه الرشيديه. نتمنوا له ان شاء الله الخير والله يوفقه والله يوصل الرساله نتاعو للمنتخبين المسؤولين اللي كاينين عندنا في مدينه الرشيديه. وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. Oh.